يعني انا ما اعتقد انه اكو تراجع، اكو موعد قريب يعني للقاء الاطار والتيار حتى يكملون ما اتفقوا عليه في الجلسه قبل يومين في النجف الاشد. واما زياره مسؤولين من خارج العراق يعني ما عندي علم بها حقيقه حتى اكون صادق معكم، لكن ايضا اكو هنالك كثير من الوساطات اذا كانت الخارج او الداخل لحلحله الامور والوصول الى رؤيه مشتركه وتقارب بين الفرقاء السياسيين. التيار الصدري والاطار التنسيقي طبعا عندما ذهبوا الى السيد مقتدى الصدر كانت هنالك 12 نقطة قدمها السيد مقتدى الصدر لتشكيل الحكومة. الإطار التنسيقي كان رأيه ان يضاف على هذه 12 نقطة نقاط اخرى كي نضمن ان رئيس الوزراء المقبل يستطيع تشكيل حكومة قوية قادرة على خدمة البلاد وقادرة على حل المشاكل التي يمر بها العراق. يعني هي تأكد انه عدم تدخل بعمل رئيس الوزراء واعطاء الصلاحيات وكذلك شروط تسليم سلاح مثلا فصائل المقاومة، كثير من النقاط التي تهم عمل الحكومة ومؤسسات الحكومة. لم يعترض الإطار التنسيقي على كل النقاط التي قدمت، ولكن ارتئينا ان تكون هنالك إضافة لهذه النقاط حتى نستطيع ضمان ان يكون رئيس الوزراء في الفترة المقبلة هو رئيس وزراء للعراقيين وليس لحزب معين. نعم. ويستطيع العمل بحيادية وحل مشاكلنا ويوجه كل جهوده وكل إمكانياته لحل المشاكل، وليس من اجل استهداف احزاب سياسيه او شخصيات سياسيه ويتم الاعتراض عليه من قبل باقي الاحزاب والمكونات. ما يهمنا حقيقه في الفتره المقبله ان تكون هنالك حكومه خدميه حقيقه بهذا الاسم، تهتم بوضع البلاد الاقتصادي الامني وتبتعد عن المناكفات السياسيه وعن السجال السياسي. هذا ما يهمنا في المرحله المقبله. ان شاء الله تعالى في الجلسه المقبله او اللقاء المقبل ستكون هنالك كثير من الأمور ستوضح وتبسط هذه الانخلافات والخروج من هذا الانغلاق السياسي الكبير الذي مر به البلاد.